أزمة الطاقة الكهربائية تشعل فتيل الاحتجاجات في العراق، فقد أصبحت العامل المشترك الذي جمع العراقيين بمطلب موحد، فمعظم المدن العراقية تعاني من غيابها. منطقة حي الجهاد في العاصمة بغداد إلى جانب محلة 881 التابعة لمنطقة حي الحسين التي تجاورها أكثر من شهر ونصف الشهر وهي تشهد الانقطاع التام للتيار الكهربائي. بس المصور إذا قدر يأخذ هذا المنظر بدون محولة كهرباء، بدون وطني، عايشين على السحب مال المولد، يعني من بدا الصيف، خلينا نقول نبلش الصيف حد هذا اليوم، احنا وطني ما عندنا هواء بارد، يعني ما عندنا بالبيوت، عايشين على المبردات وعلى السحب، والسحب هم ايش يريد؟ يعني يشغل ايش قد يريد يشغل؟ 24 ساعه يشغل لنا، هم يريد يبدل غاز تعطل المولده، يعني الى متى؟ يعني اكثر من 60 مليار دولار، هذا ما حكت به لجنه تقصي الحقائق بالبرلمان، قالت اكثر من 60 مليار دولار صرفت على الكهرباء. هسه لو مليار هم كان قدام كل بيت محوله مال وطني محطوطه كل مناطق العاصمه بغداد، وين راحت هاي المصاريف؟ وين راحت المليارات الدولارات؟ مناطق بغداد، مو بس هاي المنطقة، مناطق بغداد كلها بشكل عام ما بيها كهرباء. عندي بنتي صف سادس وعندي ابني هم كلية، وعندهم دراسة، وعلى هذا المنصة مال التواصل اللي شو اسمه مال المنصة الكلاس روم، ودا يفصل الكهرباء تنطفي، وبعدين هم شلون سيأدون امتحاناتهم؟ يعني ها كل نعاني من عندها وكل الصعوبة والله العظيم. إلى جانب مشكلة العراق في إنتاج الكهرباء، عدم إدامة أسلاكها واستغلال المواطنين من قبل موظفي الصيانة بجمع مبالغ مالية قد فاقم من هذه الأزمة، وبالتالي أمس المواطنون يبحثون عن بدائل تقيهم درجات الحرارة المرتفعة. الكهرباء ماكو، مولد عاطل. أنا عندي ربو، والربو بالحر يعني تنقص نفسي، وخاصة البارحة ماكو كهرباء، قمت أجر الصندة حطها فوق رأسي في سبيل حتى أبرد نفسي، لا على مود صدري، على مود شوية الهواء يجيني. يعني هسه أنت تدرس بالبيت إلكترونية؟ زين، والكهرباء شلون مأثرة عليك بالدراسة؟ تطفى الحل يصير غلط، يعني بالصف الرابع ما يخلونا ندرس. يعني تقصد انه انت تدرس الكتروني وتطفى الكهرباء وما تلحق تحل ويروح عليك الامتحان؟ ايه. زين بهالحاله انت شو الطالب؟ اطالب يجيبوا لنا محوله، اطالب من وزاره الكهرباء يجيبوا لنا محوله. ترى ما يصير والله العالم تقعد من 6:30 تدور لك نرش ماي علينا والنابة ما نقدر ننام للأربعة بالنص. منذ العام 2003 تعهدت الحكومات المتعاقبة بتوفير الكهرباء ووضعتها في سلم الأولويات، لأنها كما الماء والهواء من ضرورات ديمومة الحياة الإنسانية، حتى وصلنا للعام 2020 والمشكلة قائمة، وأزمة انقطاعها غالباً ما تعود مع حر تموز وآب لتتسبب بأزمات نفسية للعراقيين. والعراق اليوم يواجه تركة ثقيلة في هذا الملف، فهل سيتمكن من احتوائها في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها؟ ندى المرسومي من بغداد، التغيير.